طيب حكينا بالمحاضرات الماضية حكينا عن موضوع الأبزوربشن، بعدين حكينا عن الديستريبيوشن، هسه بدنا نحكي عن الميتابوليزم. تذكروا ثاني محاضرة حكينا شو تعريف الميتابوليزم كلمتين. ممتاز تمام. شو المقصود بالريفرسبل باي ترانسفورميشن؟ من معناها الريفرسبل معناها عكس الديستريبيوشن اللي حكينا هو الريفرسبل، صح؟ فبالتالي الميتابوليزم اذا تحول او دخل بالفيز تبع الميتابوليزم مستحيل يرجع للوضع اللي كان، تمام؟ فهو عباره عن الريفرسبل ترانسفورميشن قبل الرن كيف تغير. شو الهدف من الميتابوليزم؟ انتم تذكروا لما حكينا شو اللي هم الستبس تبعت الكاينتك، حكينا ابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اند اكسكريشن، وحكينا ميتابوليزم اند اكسكريشن سميناهم الالمينيشن، تمام؟ فبالتالي الهدف من الميتابوليزم انه ايش؟ اخلص من الدواء، تمام؟ والهدف انه الدواء يصير له اكسكريشن او نكون دقيقين اكثر يصير له الالمينيشن، تمام؟ مشان الدواء يصير له الالمينيشن اول شيء او اهم خطوه يصير فيها، تمام؟ انه يتحول الدواء الهايدروفيل، تمام؟ بالتالي حتى يذوب بالماء ويوصل للكيدني ويصير الفلتريشن، بالتالي اقدر انه اخلص من الدواء. لكن اذا ظل هايدروفيلك راح يكون الفوليوم ديستريبيوشن له عالي، فبالتالي راح اضل داخل الخلايا ما راح اخلص منه، مظبوط؟ فبالتالي كل الهدف من الميتابوليزم انه احول الدواء من لايبوفيليك الى هايدروفيليك او احوله الى بولر، تمام؟ فبالتالي هذا راح يسهل موضوع الاكسكريشن. فبالتالي الدراج ميتابوليزم هو بيشمل ثلاث خطوات. اول شيء نحول الدواء من لايبوفيليك الى هايدروفيليك او الى بولر، وبالتالي اسهل الاكسكريشن. احول الدواء من اكتف الى انكتف. لكن هل هذا دائما حكينا صح؟ لا، في ادويه تتحول من انكتف الى أكتب. وعطينا مثال عليها الأسبرين. مثال ثاني محاضرة الأبزوربشن الدواء اللي يحتاج إلى البكتيريال إنزيمز. يلا شوف إذا اللاسين ولا اللاسين ولا في دواء يحتاج البكتيريال إنزيمز سلفاسلازين، صح؟ كان اللي يستخدمه بالإنفلاماتوري باول، صح؟ السلفاسلازين تحول ل 5 أمينو ساليسايليك أسيد بوجود البكتيريا الإنزيمز اللي مثال عليها الأزو ريدكتاز. فبالتالي هو بكون سميناهم شو الأدوية اللي بتكون إنأكتف تتحول للأكتف، شو سميناهم؟ برودراكس، تمام؟ فبالتالي دائما مش دائما الميتابوليزم هو بيحول الدواء من أكتف إلى إنأكتف، مرات بيحوله من إنأكتف إلى أكتف، وبالتالي بنسمي هاي الأدوية برودراكس. مثال عليها الأسبرين، مثال عليها السلفاسلازين، تمام؟ الشيء الثالث اللي بيصير بالميتابوليزم الأدوية تتحول من ممكن تتحول إلى توكسيك ميتابولايت، ممكن تتحول إلى نون توكسيك ميتابولايت، تمام؟ فمش دائما إن الميتابوليزم هي بتقلل التوكسيسيتي، ممكن تزيد التوكسيسيتي، وممكن تعطينا ميتابولايت جديدة تكون أكتف أو ممكن تكون توكسيك، تمام؟ وبالتالي الكونسيكونس للميتابوليزم، تمام؟ تختلف من دولة لدولة. ممكن يتحول الى انكتف، ممكن يتحول لهايدروفيليك، ممكن يتحول لتوكسيك، ممكن يعطينا ميتابولايت جديد، تمام؟ هذا الميتابولايت ممكن يكون اكتيفيتي مختلف عن البيرنت دراج، ممكن يعطينا اكتيفيتي او ممكن يعطينا توكسيسيتي، تمام؟ مينلي الميتابوليزم وين بصير؟ بالليبر، صح؟ لكن ممكن يصير باي مكان ثاني فيه انزيمز، صح؟ ايش اماكن فيها انزيمز؟ الانتستين، كدني، بلاسنتا، تمام؟ اي اماكن فيها انزيمز فبالتالي بتوقع يكون فيها ميتابوليزم. مينلي الميتابوليزم بصير جزء من الخليه اللي هو متذكرين الاندوبلازم ريتيكولوم، تمام؟ في عندنا تو بارتس اللي هم رف وسموث. شو بيفرقوا عن بعض؟ الرف عليها رايبوس، صح؟ ما شاء الله عليك، تمام؟ هسه زي ما حكينا مينلي احنا الميتابوليزم بحول الدواء من ليبيد سولوبل الى واتر سولوبل، لكن في بعض الادويه بتتحول الى ليس واتر سولوبل، تمام؟ فبالتالي بيكون ذوبانه اقل. مثال عليها ادويه السلفونامايد. السلفونامايد هو من الادويه اللي بتستخدم كانتي بايوتكس، تمام؟ مثال عليها سلفامثكسازول، سامعين بالباكتريم؟ الباكتريم هو واحد من الادويه اللي بينعطى لليوتي اي، تمام؟ اسمه سلفامثكسازول ترايبوفولكس، تمام؟ هو
السلفونامايدز البيرنت درنت او الادويه الاولى تمام كانت مشكلتها انها ما تتحول من ليبيد سولبل الى ووتر سولبل، بتتحول الى ليس سولبل. الاسيتايل فورم تبعها اللي هو معقليه الكونجوجيشن تمام تعطينا ميتابولايت بتكون ليس سولبل، فبالتالي تعطينا نطلع بمشكله اللي هي بسموها كريستاليوريا، فبالتالي بصير في عندنا زي ترسبات او بصير في عندنا زي حصل تمام بالمثاني او بالكيلو بشكل عام تمام، لانه يعني بتحول الى زي يعني كريستالز او تحول الى زي حصل تمام تجمع بالمسالك تمام. فبالتالي بناء على هيك صار التصنيع على هذا الدواء انهم يعني يكون له ميتابولايت مختلفه او يكون له روت اوف اليمينيشن مختلف، فبالتالي تحول الى مور ووتر سولبل بنخلص تمام. فبالتالي مش كل الادويه تتحول الى ووتر سولبل، ممكن في بعض الادويه تتحول الى ووتر سولبل، وزي ما حكينا يكون سيكونس دائما الميتابولايت ما بنعرف شو اللي بصير، تختلف من دواء لدواء تمام. طيب الميتابوليزم هو بيشمل تو فيزز، في عنا شيء بنسميه فيز 1 في شيء بنسميه فيز 2. شو المقصود بالفيز 1 شو المقصود بالفيز 2؟ الفيز 1 كنت تفهموها اللي معناها هاندي ماشي امسك تمام، وهو بمسك الدواء بضيف عليه مواد معينه حتى يدخلها الى فيز 2، لكن بنفس الوقت مش كل الادويه لازم تخش فيز 1 بعدين فيز 2 تمام. ممكن ادويه مباشره يصير لها اكسكريشن، ممكن ادويه تتعدل فيز 1 تروح فيز 2 بعدين يصير لها اكسكريشن، ممكن ادويه تدخل فيز 1 بعدين يصير لها اكسكريشن تمام، لكن بالمجمل لازم تدخل فيز 1 فيز 2 اليمينيشن. طيب شو المقصود بفيز 1؟ اللي هي مجموعه من التفاعلات بتصير على الدواء تمام حتى تسمح لها تدخل فيز 2. مثال عليها اوكسيديشن، ريدكشن، هيدروليسيس، دي امينيشن، دي الكيليشن، هذول كلياتهم بنسميهم فيز 1 رياكشن تمام. بس يصير فيز 1 رياكشن تدخل شيء بنسميه فيز 2 رياكشن. الفيز 2 المقصود فيها كونجوجيشن تمام، احنا بنضيف مجموعه على المركب الموجود عندنا تمام، وبالتالي يسهل موضوع الاكسكريشن، فبالتالي بزيد الهيدروفيليسيتي للدواء او بزيد البولاريتي للدواء، وبالتالي بزيد السوليوبيليتي وبزيد الاكسكريشن تمام. الكونجوجيشن احنا بنضيف جروب تمام، نضيف جروب معين، يعني مش تفاعل هو فقط اوكسيديشن، يعني نضيف اكسيدين او نسحب هيدروجين تمام، بنضيف ذيك جروب كامل تمام. فبالتالي احنا بنضيف هاي الجروب من باب انه نزيد البولاريتي، نزيد الهيدروفيليسيتي للدواء، وبالتالي بنزيد موضوع الاكسكريشن تمام. وزي ما حكينا ممكن بعض الادويه تدخل الفيز 2 مباشره كونجوجيشن، ممكن بعض الادويه تتحول الى موديفايد اكتيفيتي، يعني تكون الاكتيفيتي شوي اقل من البيرنت دراج، ممكن تتحول لان اكتيف بالفيز 1 بعدين يصير كونجوجيشن، ممكن الدواء مباشره يصير له اكسكريشن صح؟ لان احنا حكينا ممكن بعض الادويه ما يصير لها ابزوربشن، فبالتالي هو لا ابزوربشن ولا ديستريبيوشن، فبالتالي مباشره هو في جزء منه مباشرة بصير له اكسكريشن، فبالتالي لا فيز 1 ولا فيز 2، فبالتالي هاي الشيء بنسميها الهيت للدرج او اللي هو المصير تمام. شو بصير بالدواء تمام، ممكن يصير له اكسكريشن، ممكن يدخل فيز 1 بعدين فيز 2، ممكن فيز 1 بعدين اكسكريشن، او فيز 2 بعدين اكسكريشن، فهاي هي الفيت او الدستني لاي دواء موجود عندك تمام. فبالتالي بالفيز 1 مين بيصير بالانزيم اللي هم حكينا تذكروا لما حكينا عن سايتوكروم بي 450، هو مين الانزيم اللي بيكون موجود بالليبر، وفي مين بيكون موجود بالسيستم، ومن بعد نعمل ريفرش تمام. حكينا واحد منهم، واحد من السبستريت للسايتوكروم بي 450 سميناه الموجود بالانتستين، هو بيعمل له الجريب فوت انهبيشن سايت 3A4 تمام. فهذا واحد من السبستريت للسايتوكروم بي 450 موجود بالانتستين. هاي الخطوه تمام هي تعتبر مكتب على فيز 1، لان السايتوكروم بي 450 هو واحد من الانزيمز الموجود داخل فيز 1. انزيم ثاني اللي هو نابدي اتش تمام، فهو هاي الخطوه بتصير فيز 1 تمام. فبالتالي سايتوكروم بي 450 بيحول الدواء الى اكتف ميتابولايت تمام، او ان اكتف ميتابولايت بصير شو الدواء موجود عندنا، بعدين بصير في عندنا كونجوجيشن تمام، او نضيف جروب، بالتالي بنزيد البولاريتي وبنحسن موضوع الاكسكريشن. اليوم رح نحكي عن فيز 1، ومحاضره بكره رح تكون ريكوردينج لفيز 2.
طيب، وزي ما حكينا بعض الأدوية ممكن تصير لها تدخل فيز 2 مباشرة، ممكن بعض الأدوية تدخل فيز 1 بعدين فيز 2، ممكن بعض الأدوية تدخل فيز 1 بعدين يصير لها execution. طيب شو المقصود بفيز 1؟ الفيز 1 اللي هو أول خطوة بصير بالميتابوليزم، الهدف منها أنه يحول الجواب إلى هايدروفيليك أو بولر، بالتالي بحسن موضوع الإكسكريشن. مينلي هي بتصير بالإندوبلازمك ريتيكولوم أو شو بنسميه المايكروسوم، تمام؟ وهي خطوة زي ما حكينا بسموها هاندلينج، بالتالي هو بمسك الدواء بعمل له بعض التفاعلات حتى خليه يمشي لعنده. فيز 2 تمام؟ مينلي الدواء اللي بيطلع من عندنا بيكون ليس توكسيك، بس مش دائما، ممكن الدواء يكون الميتابولايت اللي بيطلع معانا يكون توكسيك، تمام؟ فبالتالي هاي هي فيز 1، تشمل حكينا اوكسيديشن، ريدكشن، هيدروليسيس، دي الكيليشن، دي امينيشن، هاي كلها تفاعلات الفيز 1. طيب اذا بدنا نمسك التفاعلات واحده واحده، شو المقصود بالاوكسيديشن؟ هيك بدنا نرجع كيمياء، شو المقصود بالاوكسيديشن؟ اما اضيف اكسجين او اسحب هيدروجين، صح؟ فهي بنسميها اوكسيديشن رياكشن، تمام؟ مين بتصير بالاندوبلازم ريتيكولوم والمسؤول عن السايتوتروبيك بروبرتي والنار دي، تمام؟ مثال عليها لما انا اضيف على الالكيل جروب اضيف عليها اكسجين، بالتالي راح يتحول الى محول، صح؟ الناس هي كثيره كلها، تمام؟ فانا لما اضيف اكسجين فبالتالي انا بحوله الى كحول، ممكن اضيف اكسجين على الاروماتيك بالتالي يتحول الى فينول، تمام؟ مثال عليها دواء الفينيتوين، او ممكن يصير عندنا اوكسيديشن على السلفر جروب او النيتروجين جروب زي دواء الكلوروكومازين، تمام؟ فبالتالي هاي تعتبر كلها تفاعلات اوكسيديشن، تمام؟ شو المقصود بالريدكشن؟ العكس، تمام؟ اما بضيف هيدروجين او بسحب اوكسجين، فبالتالي مثال عليها الازو جروب اللي هو ان دبل بوند ان، او بتكون النيتروجين جروب اللي هو ان او 2 تحول لامين، فبالتالي انا لاني ضفت هيدروجين فتتحول ل NH2، تمام؟ والهيدروليسيز المقصود فيها تكسير، تمام؟ فبالتالي انا التكسير بيتم عن طريق صح؟ فبالتالي انا بضيف OH على مكان وبضيف H على مكان، فبالتالي انا اللي بيطلع معي بيطلع معانا كحول وبيطلع معانا اسيد، صح؟ مشان مثال عليها اللي هو الاسبرين بس تحول الى أسيتيل ساليسيليك أسيد، واضح؟ هذه المحاضرة.